صحيح. كابتن اسامه الف مبروك، مكسب مهم للنادي الاهلي. اه طبعا مفيش شك، هو المكسب جه في اخر ثانيه، لكن انا ما عنديش شك انه حتى لو الماتش طلع تعادل ان النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه العوده كان قادر هيكسب. اه لان واضح الفروق بين الفرقتين. انا قلت لك فرقه الاتحاد المنستيري دفاعيا كانت واقفه على رجليها ومفيش فرص خطر على بشير بن سعيد، لكن هم في الجزء الامامي ما كانش ليهم اي خطوره. يمكن الشوط الثاني، حتى الشوط الثاني يا كابتن برضه يعني جالهم كورنر، اثنين كورنر وثلاثه كورنر، ما يعني ما تمعوش في الماتش ابدا. لا لا هو يعني كان امكانيات اه طبعا طبعا فيها جزء من الامكانيات، وكمان احساسهم اللي بيلعبوا بطل افريقيا انه حتى لو طلعنا تعادل لسه في ماتش في القاهره، يعني عندهم حسابات يعني. لكن انت رغم انك انت الشوط الثاني اقل من الشوط الاولاني، يعني تحس كميات الجري قلت، الحيويه قلت، الخطوره ده طبيعي يعني ما عشان بدايه الموسم. أنا ماشي ماشي أنا بس انا بقول لك يعني الـ الخطوره ما كانتش موجوده زي ما قلنا الشوط الاولاني، وايضا استمرت في الشوط الثاني ما فيش خطوره لغير يمكن كره او كورتين علي معلول عملهم بالعرض. لكن انت الافضل في المباراه، انت كنت اقرب للمكسب، وكلنا قلنا بناء على الشوط الاولاني النادي الاهلي لو زود شويه الناحيه الهجوميه هيقدر يكسب. ايوه فالحمد لله المكسب جه في اخر ثانيه. لو تفتكر لكن هو مكسب، لو تفتكر بقى انت لعبت بدايه ماتشاتنا مع الفرقه التونسيه كانت مستقبل المرسى التونسي، تفتكر الماتش ده؟ طبعا برضه كان تقريبا نفس الظروف، جاب جول بنفس الشكل. آه. جاب جول هنا اه لا ده هنا، وانت ما شاء الله عملت ماتش عالمي هنا. ما هو العلاء اللي عمله وجبت جول بدماغك انت. جامده جدا. صح كان فاضي بس لا كانت هايله. الماتش ده احنا كسبناه هناك برضه 1-0 بنفس الطريقه. ايوه بينالتي في الاخر، مين اللي سبب فيها البينالتي؟ انت كنت مجدي عبد الغني اللي جابها.